هلا والله شباب وصبايا، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمود عبد المالك من قناة سفاحين البرمجة، خليكم معنا. HTML هي اختصار لـ Hyper Text Markup Language، هي اللغة المسؤولة عن إنشاء هيكل لصفحة الويب أو البيج ستراكشر. وطبعا جميع صفحات الويب الموجودة في الدنيا مثل فيسبوك، إنستغرام، جوجل وغيرها، هاي كلياتها تم تصميم الهيكل تبعها عن طريق الـ HTML. يعني إذا بنجرب مع بعض نروح على الإنترنت براوزر، نفتح مثلا على موقع جوجل، نضغط عليه رايت كليك ونختار انسبكت، بنشوف انه تم برمجته عن طريق HTML. طبعا HTML هي اللغة اللي بنتفاهم فيها احنا كبشر مع متصفحات الانترنت او الانترنت براوزرز مثل فايرفوكس، جوجل كروم، مايكروسوفت ايدج، اوبرا وغيرها، وهي اللي بتفهم هاي المتصفحات كيف انها تعرض صفحة الويب اللي احنا عملناها. طبعا احنا راحين نبلش من الصفر ونتدرج شوي شوي للاحتراف. احنا راحين نبلش بالاول من انك كيف تدرج تكست، كيف تدرج تيبلز، فورمز، لينكس، كيف تدرج صور، بعدين راحين ننتقل لمستويات اعلى مثل كانفاس وغيرها. طبعا HTML احنا حكينا انه هي بس ببني انا فيها هيكل الصفحه او البيج ستراكشر، عشان هاي الصفحه انا ازين الاليمنتس الموجودين فيها وانسقهم، مثلا اني اغير في الالوان او حجم الخطوط او الابعاد تاعتها او غيرها. بدي استخدم لغه برمجه ثانيه اسمها CSS، احنا راح نحكي عنها بشكل بسيط وبعدين نتطرق لها بدورة لحالها إن شاء الله بعد دورة الـ HTML. يعني زي ما حكينا CSS هي اللي أنا بستعملها لحتى أزين الـ Elements أو أنسقها الموجودات وين في الـ HTML نفسه اللي أنا عملتهم في الـ HTML نفسه. طيب بعد ما أنا بنيت هيكل الصفحة وزينتها باستعمال CSS، مثلا يمكن أنا بدي أشوف إذا اليوزر نيم عندي محجوز ولا لا، إذا الباسورد اللي الشخص دخله صح أو لا، او مثلا يمكن بدي اجرى عمليات حسابيه مثل جمع، طرح، مجموع، معدل، او مثلا رقم اكبر او اصغر. هذا الحكي كلياته بقدر اعمله باستخدام لغه برمجه اسمها جافا سكريبت. طبعا الجافا سكريبت راح نحكي عنها بشكل بسيط في دورتنا الحاليه، وبعدين ان شاء الله تعالى راح نعمل لها دوره لحالها على القناه. طبعا ان شاء الله هاي الدوره راح تكون مخصصه للناس اللي لساتهم جداد وعمره ما برمج بحياته، يعني بعد الصنفور، ونتدرج فيها شوي شوي لحد الاحتراف. يعني سواء انت كنت لساتك مبتدئ او كنت محترف وحابب انك تزود مهاراتك بال HTML، الكل راح يستفيد منها. شو المطلوب منك لحتى تبلش هاي الدوره؟ المطلوب منك يا سيدي كالتالي: اول شيء انه يكون عندك انترنت براوزر مثل فايرفوكس او جوجل كروم او اي شيء انت حابه، انه يكون عندك تكست اديتور مثل نوت باد او فيجوال كود، سبلايم اللي بتحبه، انا عن نفسي راح استعمل فيجوال كود. مطلوب منك كمان انه يكون عندك صبر، لانه اي شيء جديد بدك تتعلمه لازم انك تصبر عليه، وانك تطبق معاي اول باول، يعني ما تعمل سكيب ولا لاي درس، كل درس تمسكه وتطبقه اول باول. واذا عندك اي سؤال استنى عنه بالتعليقات وان شاء الله راح اجاوبك عليه، وبدي منك انك تشد حالك وتشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لحتى تكون اول واحد بتوصل فيديوهاتنا الجديده، وما تنسى انك تعمل شير لاصحابك لحتى الكل يستفيد، وتفجر زر اللايك بتكون سفاح برمجه. شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو، بنشوفكم في فيديو جديد ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.